من فترة نزلنا مراجعة عن لعبة Dead or Alive 5 وقلنا انها تقريبا مش فايتنج جيم حقيقية، على الاقل بالنسبة للالعاب القتالية الموجودة على الساحة حاليا، وده يخلينا نطرح تساؤل ايه هي احسن سلاسل العاب قتالية موجودة حاليا. قبل ما نجاوب على السؤال ده قولنا انت مين وعايز ايه من اللينك تحت في الديسكريبشن. اهلا بيكم في فيديو جديد، انا عبد الرحمن احمد من عرب هاردوير، وفي الفيديو ده هنتكلم عن احسن 5 سلاسل العاب قتالية في رأينا. ممكن تكون الالعاب دي جديدة او قديمة، بس المتفق عليه انها نجحت توصل للاعبين متعة وتجربة حقيقية تخليهم يستمروا في اللعبة لفترات طويلة سواء اونلاين او حتى مع اصحابهم. مبدئيا الالعاب اللي هنقول اسمائها في الفيديو مش مترتبه ترتيب معين، هي مجرد العاب شايفين انها هتستحق وقتك لو انت بتحب الالعاب القتاليه. مفيش اي قائمه للالعاب القتاليه تخلو من اسم ستريت فايتر. اصدارات السلسله من اول سنه 1987 ولحد ستريت فايتر في في 2016 كانت من الالعاب اللي اثرت التاثير الاكبر على شكل الالعاب القتاليه. من اول ما تعرفنا على النوع ده من الالعاب صعب قوي نتكلم عن الفايتنج جيمز من غير ما يجي في دماغك اسم ستريت فايتر، الاسم اللي يعرفه ناس كتير حتى لو مش جيمرز وعمرهم ما لعبوها. اللعبه التزمت لفتره طويله باسلوب رسوم ال 2D لحد ستريت فايتر 4 اللي غيرت من شكل مودلز الشخصيات عشان تكون قريبة اكتر من شكل ثلاثي الابعاد. سلسلة ستريت فايتر بتعتمد على الكومبوز بشكل اساسي، بمعنى ان الضربات الاساسية والدمج بينها عمرها ما هتكسبك فايت. كل الضربات الاقوى محتاجة مزيج سريع ومعقد احيانا من الضغط على الازرار اللي مش بالضرورة يكون ليها علاقة باللي هتشوفه قدامك، بمعنى انك ممكن تستخدم في الكومبو ضربات ايدين عشان الحركة في الاخر تكون بالرجل. الاصدار الاخير بالذات موجه للي بيعشق لعبة ستريت فايتر جدا، او يمكن كمان للاي سبورتس اكتر، فلو انت مش هتكلف نفسك تتعلم الكومبوز تدرب عليها كويس جدا فغالبا تجربه اللعبه اونلاين هتكون عذاب. على كل حال لسه لعبه ستريت فايتر ليها مكانه خاصه بين كل الفايتنج جيمز وصعب تتغير، وممكن جدا تلعب اصدار قديم من اللعبه وتستمتع برضو كانك بتلعب جزء جديد. اللعبه الثانيه في القائمه بتاعتنا هي برضو اسم الكل يعرفه ويعرف المزيكا المشهوره بيها، لعبة مورتال كومبات من تطوير ميدوي. بدأت كلعبة قتالية بشكل غريب ومختلف تماما عن غيرها في سنة 1992 على أجهزة الأركيد بسبع شخصيات لكل منها قصة وهدف، واللي اتبنت عليها قصة السلسلة لحد دلوقتي. اللي كان بيميز مورتال كومبات في الوقت ده هو تصميم الشخصيات وتوجه اللعبة في الأرت ستايل اللي كان بيستخدم مودلز حقيقية لشخصيات اللعبة بخلاف الصور الكرتونية في الألعاب التانية وتحديدا المنافس ساعتها ستريت فايتر 2. يمكن نقدر نقول إن الأسلوب اللي المطور استخدم فيه ديجيتال كابتشر للصور ودمجها في اللعبة كانت مقدمة بشكل ما الموشن كابتشر دلوقتي. وبالنسبه للعبه اركيد في سنه 1992 موجهه للاطفال ده كان مجهود كبير قوي انه يتعمل. اللعبه بتعتمد برضو على تنفيذ حركات رئيسيه وكومبوز بطريقه قريبه لستريت فايتر. مورتال كومبات اتطورت بشكل كبير على مدار 27 سنه، واتطور معاها كمان حركات الفيتاليتيز العنيفه اللي هي محط الاهتمام والجذب الرئيسي فيها. حاليا احنا مستنيين الاصدار الجديد مورتال كومبات 11 واللي بدات الحمله الدعائيه بتاعته من فتره بالكشف عن الفيتاليتيز للشخصيات الموجوده في اللعبه. اللعبه الثالثه في القائمه بتاعتنا هي انجاستس، وهي لعبه مش بعيده عن سلسلة مورتال كومبات، وده لان المطور بتاعها هو نيذر ريلم ستوديوز اللي استلم عمليه تطوير مورتال كومبات من الجزء التاسع. لعبه انجاستس بتقدم اسلوب قتال متطابق تقريبا مع مورتال كومبات اللي الجيمرز عارفينه، ولكن المره دي بشخصيات عالم دي سي في قصه من احسن القصص اللي قدمتها دي سي كوميكس، ودمجتهم مع بعض في لعبه تقدر تجذب انتباه الكل بسهوله، خاصه وان انجاستس كان من السهل تسويقها اكتر لانه رغم انها لعبه قتاليه عنيفه الا ان الجور ومشاهد الفيتاليتيز الموجوده في مورتال كومبات اتبدلت بالتيميتس شكلها سينمائي ومبهر وحماسي جدا. رغم اني مش بحب اسلوب اللعب والكومبات سيستم بتاع اللعبه الا اني لما جربتها شدتني جدا واستمتعت بيها، ويمكن السبب الاكبر في كده هو ان في شخصيات دي سي اللي الناس كتير كانت مستنيه تشوفهم في لعبه قتاليه بشكل شبه اللي قدمته انجاستس، ويمكن نقدر نقول ان اللي عملته انجاستس فاق احلام وتوقعات ناس كتير. بعيدا عن العنف الزياده والجثث المحروقه والمتجمده والابطال الخارقين، نتجه للعبه نينتندو اللي بيستناها الكل، سوبر سماش بروس. لعبة سوبر سماش براذرز هي ناتج بين تعاون نينتندو وبانداي نامكو، صدرت أول مرة على جهاز نينتندو 64 سنة 1999. فكرة اللعبة كانت بدمج شخصيات كتيرة من عالم نينتندو في لعبة كروس أوفر واحدة، ودي فكرة موجودة كتير عند المطورين في اليابان. اللعبة بتتضمن شخصيات كتير من سلاسل ألعاب ماريو وزيلدا وبوكيمون وغيرهم كتير. طبعا عدد الشخصيات ده زاد بشكل كبير مع كل إصدار كان بينزل من اللعبة، وضمت شخصيات غير شخصيات نينتندو من مطورين تانيين زي كابكوم وكونامي وسكوير إينكس وسيجا. سوبر سماش براذرز بتقدم اسلوب لعبة مختلف تماما عن كل الالعاب اللي اتكلمنا عنها، لانها بتجمع بين البلاتفورمر وكومبات سيستم بسيط في ستيجز مختلفة. وصل عددها في الاصدار الاخير ل 103، وكل ستيج ممكن يلعب فيها 8 لاعبين في وقت واحد، وده اللي بيخليها اللعبة المثالية اللي بتجمع الاصدقاء وتنهي علاقاتهم للابد في جلسة واحدة. اللعبة الخامسة هي من السلاسل الاطول في الالعاب القتالية، واللي يمكن ما حققتش الشهرة الكافية اللي تخليها توصل للثقافة العامة زي ستريت فايتر، اللهم الا انها لما وصلت عندنا مصر كان بيتقال على شخصية هيهاتشي ميشيما القرموطي. هنصدر مانجا للعراق. لعبة تيكن صدرت سنة 1994 بعد سنين طويلة من ستريت فايتر وسنتين من مورتال كومبات،
ولكن كان بيميزها انها من اول الالعاب اللي بدأت بتطبيق مودلز 3D للشخصيات، ده لو قررت تعتبر الشخصيات على شكل صناديق 3D. يعني اللعبة شافت نقلة كبيرة للسلسلة من بداية الجزء الثالث اللي صدر على البلاي ستيشن 1، وكان فيه تحسن كبير وملحوظ على مستوى الجرافيك وتصميم الشخصيات والكومبات سيستم، وكان فيه عدد كبير من الشخصيات الجديدة اللي خلت القصة بتاعت اللعبة اعمق واكثر اثارة للانتباه. بيميز تكن عن باقي الالعاب اللي اتكلمنا عنها الكومبات سيستم اللي بيدمج بين حركات اساسية وحركات مركبة وكومبوز. الملحوظ في النظام ده ان كل زرار بتستخدمه ليه معنى ومرتبط بالضرب بطرف معين من الجسم، وده بيخلي الكومبوز شكلها منطقي اكتر ومفهومه وسهله تتعلمها. يعني عمرك ما هتلاقي نفسك بتدوس زراير البانش عشان تعمل كومبو كله كيكس. بيميز اسلوب القتال بتاعها كمان انك مش لازم تكون حافظ الكومبوز الكبيره، كفايه قوي تتعلم حركتين او ثلاثه متوسطين في التعقيد وتستخدمهم بتتابع وترتجل انت الكومبو الخاص بيك. اللعبه ليها اي سبورتس سينز كبير نوعا ما، وخاصه بعد الاصدار السابع اللي نامكو قررت تستخدم فيه انريل انجن اللي حول اللعبه على المستوى البصري بشكل كبير وخلى تيكن 7 يكون احسن جزء من اللعبه لحد دلوقتي. دي كانت قائمتنا لاحسن 5 العاب قتاليه شكلت واثرت في عالم الفايتنج جيمز، واكيد تستحق انك تجربها وتصرف عليها فلوسك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ولو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب. تابعوا حساب عرب هاردوير على فيسبوك وانستغرام وتويتر. انا عبد الرحمن احمد من عرب هاردوير، ما تنساش تقول لنا انت مين وعاوز ايه من اللينك تحت، والسلام.